الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم جميعا يا اطباء، يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. محاضره جديده من محاضره ماده الامنولوجي، بس بالبدايه اذا الصوت واضح بس قولي اوكي حتى نبدا المحاضره ان شاء الله. طبعا بالمحاضرات السابقه تكلمنا تقريبا عن تفاصيل الاميونولوجي، خلينا نقول كبيزك ساينس، اخذنا بتفاصيلها، عرفنا شنو النيت اميونتي وادابتف اميونتي وبتفاصيلها، وفهمنا تقريبا اغلب الاشياء اللي نحتاجها حتى نجي نفهم التطبيقات اللي عندنا على الاميونولوجي. بالتالي محاضره اليوم راح تكون صراحه هي عباره عن تكمل المحاضرات السابقه، راح نتكلم عن شيء تكلمنا عنه هوايه ونعرف تقريبا غالبيه الاشياء اللي عنا اللي هي موضوع السايتوكاينز، وبعد عن موضوع الاميونتي وبالتحديد عندنا باسيف واكتيف ايمونيتي، شنو معنى باسيف ايمونيتي وشنو معنى اكتيف ايمونيتي، ونعرف موضوع الفاكسينيشن، وبعدها نبدي موضوع كلش مهم اللي هي الهايبر سنسيتيفتي ريكشن، اوكي؟ فبالتالي اليوم اول موضوع عندنا هي موضوع السايتوكاينز. السايتوكاينز شنو هي ببساطه؟ هي عباره عن سبستانس، خلينا نقول هي ماسنجر بتوين سيلز، اوكي؟ مثلا ماكروفيج برودوس سيرتن سايتوكاينز ذات افكت مثلا تي سيل، وشفنا التي هيلبر سيل برودوس سيرتن سايتوكاينز ذات افكت اذر سيلز، وهكذا. قبل ما نشوف الموجود عندنا والتفاصيل نرجع احنا نناقش بيناتنا، واتمنى انتم ايضا وياي شنو اشياء حكيناها بالسايتوكاينز، راح نمر واحد واحد ونتذكر احنا شنو حكينا عنه. مثلا انترلوكين 1 شنو تتذكرون عنه؟ بالضبط فيفر نتذكر عنه. نتذكر تتذكرون من حكينا بالاكيوت انفلاميشن بالنيوتروفيل حكينا عن سبستانس effects endothelium من قلنا overactivation or upregulation of selectin, upregulation of cellular adhesion molecule. حكينا ايضا عن interleukin 1 والtumor necrotic factor اذا تتذكرون، فهو ايضا effects endothelium. It's okay، هاي معلومات مالتنا عنه زين. interleukin 2 بالمقابل شنو نتذكر عنه؟ بالضبط white function، اوكي؟ effect natural killer cell, effect cytotoxic T cell وماني ماني effect حتى على الماكروفيج، هواية إلى application effect. فبالتالي بالضبط هو موجود عندنا الانترلوكين 2. تمام انترلوكين 3 ما حكينا عنه، فبالتالي عوفوا حاليا ما حكينا عنه هواية. انترلوكين 4 شو تتذكرون عنه؟ بالضبط نتذكر عنه قضية الـ IG اي و اي جي جي. تمام بالضبط قلنا الاي جي جي والاي جي اي، عاشتيتكم اي جي اي واي جي جي. زين انترلوكين اضاف لها طبعا انترلوكين 4 تذكرون حكينا عن تي هيلبر تايب 2 سيل كان يسوي انهبيشن للتي هيلبر 1 وستيميليشن للتي هيلبر 2. جيد انترلوكين 5 شنو نتذكر عنه؟ بالضبط نتذكر عنه انه اي جي اي وكذلك قضيه الايزانوفيل ماتوريشن واكتيفيشن، اوكي؟ انترلوكين 6 تتذكرون عنه شيء؟ بالضبط قلنا هو ممكن بارت بالفيفر، اوكي؟ واكو اذر فانكشن باكيوت فيس ريكتنت راح نمر عليها، اوكي؟ تمام. انترلوكين 7 صراحه ما نحكي عنه هوايه اصلا حتى ما مذكور، فبالتالي ما يعني شيء. انترلوكين 8 بالضبط قضية النيوتروفيل كيموتاكسس، اوكي؟ انترلوكين 8 حكينا عنه بالضبط، عاشتي لكم. اضافة لها طبعا نتذكر انترلوكين 10 شنو حكينا عنه؟ بالضبط انه كان هو سبرس اميون ريسبونس، اوكي؟ فبالتالي هو تيومر جروث فاكتور او احيانا يسموه ترانسفورمينج جروث فاكتور، خاف تقرون نفس الشيء تيومر او ترانسفورمينج جروث فاكتور، كان سبرس انفلاماتوري ريسبونس بالضبط، اوكي؟ انترلوكين 13 بالضبط كان عمليه الكلاس سويتشنج انتو اي جي اي. فبالتالي المعلومات اغلبها مره علينا ونعرفها. زين انترفيرون جاما شنو ركزنا عليه بوقتها؟ بالضبط قضية الماكروفيج. ها وما دام حكينا عن انترفيرون جاما نحكي عن
حكينا عن انترلوكين 12 وقضية هو أيضا بارت من الانترفيرون سيجنالينج باث واي. حكينا عن انه عادة ممكن يسوي اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيل إذا تتذكرون. أوكي وبالإضافة إذا افتهمنا وحكينا عن انترلوكين 12 ريسبتر ديفيشنسي الموضوع. أوكي فبالتالي هاي أغلبها إحنا حكينا عنها. بالتالي اليوم نرجع بس مجرد تجميع نشوف هذه الأشياء بطريقة مرتبة ومجمعة. أوكي إذن السيتوكايز مثل ما عرفنا هي عبارة عن بروتين سبستانس تشتغل كأنه هي ببساطة انتراسيلولار ماسنجر بتوين سيلز. مثلا شفنا الماكروفاج تأثر على الهيلب تي سيل والتي هيلبر سيل تأثر على اذر سيلز وهكذا. اول شيء عندنا نحكي على السيتوكاينز بناء على يا تايب اوف سيلز ذات برودوس ذيم. اوكي عادة احنا السيتوكاينز مو شرط الا وان سيل برودوس ات ممكن اكثر من سيلز بس احنا عادة الكومن ثينجز اللي نعتمد عليها خلينا نقول الاكثر سيلز برودوس سيرتين سيتوكاينز راح نحكي عنها هنا. نبدا على اول سيتوكاينز ذات برودوس باي ماكروفاج. اوكي اول واحد عنده انترلوكين 1 وبالضبط احنا عرفنا انه هو بارت بالفيفر. اوكي اضافه لهذا انه هو عرفنا انه الفانكشن مالته بالانفلاميشن هو كان مسؤول عن الفيفر وقضيه الاكتيفيشن اوف اندوثيليوم تو اكسبرس سيلولار اديجن مولكيول واكسبرشن اوف سيلكتين. كل هذه عرفناها التفاصيل. طبعا هو ايضا قضيه الكيموكينز فور ريكروت وايت بي سي نفس القصه اللي حكيناها عن النيوتروفيل. واخيرا طبعا احيانا يسموه اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور. طبعا انترلوكين 3 هو اكثر اكتيفيشن للبون مارو بس هو ايضا ممكن يسوي اكتيفيشن للاوستيوكلاست وندوس بون ريزوربشن. اوكي فبالتالي نخلي هاي المعلومه ببالنا هاي خصوص انترلوكين 1. انترلوكين 6 طبعا اكو احنا صايمين طبعا اكو نيمونيك على انترلوكين 6 بغض النظر يعني هو موجود بكتب اوكي في لحد يحكي النيمونيك يقول طبعا انترلوكين 6 مسؤول عن شغلتين اللي هي الفيفر فيقول هوت اند اكيوت. اوكي يقصد بي طبعا انترلوكين 6 هو رقم 6 باعتبار. اوكي هوت يقصد فيفر وكيوت قضيه اكيوت فيس رياكتنت حتى تحفظوا هاي بعد ما تنسوا. هذا النيمونيك موجود بكتب انه مسؤول عن الاكيوت فيس رياكتنت. شو الاكيوت فيس رياكتنت اللي نقصد بها مثلا سي رياكتيف بروتين. اوكي نقصد بها اكو سبستانس ريليز من الانفلاماتوري بروسس راح نحكي عنها تفاصيلها عندنا بالصفحه اللي بعدها. فبالتالي انترلوكين 6 اعرفه مسؤول عن شغلتين مسؤول عن الفيفر ومسؤول عن الاكيوت فيس رياكتنت هوت اند اكيوت. اوكي فهمنا هذا الشيء. التيومر نكروتيك فاكتور الفا تذكرون من حكينا عن الاندوثيليال اكتيفيشن واكسبريشن اوف سيرتن مولكيول عرفنا انه كان دائما انترلوكين 1 والتيومر نكروتيك فاكتور الفا. اوكي فالتيومر نكروتيك فاكتور الفا هو ايضا مسؤول عن الاندوثيليال ايش اسمه اكتيفيشن واكسبريشن اوف سيلولار اديجن مولكيول اللي كانت امبورتنت فور وايت بي سي ريكروتمنت. اوكي اضافه الى هذا افكت بيرميابيلتي فنخلي بان التيومر نكروتيك فاكتور الفا ايضا مجرد تجميع تشوفون اغلبها احنا نعرفها. اضافه الى هذا الانترلوكين 8 كلكم تعرفون انه هو واحد من السبستانس اللي تعتبر كيموتاكتيك سبستانس فور نيوتروفيل. اوكي اضافه الى ليوكوتراين بي 4 وC5A. اوكي فبالتالي احنا كلها نعرفها. واخيرا عندنا انترلوكين 12 عرفنا انه انترلوكين 12 كان امبورتنت يعتبر كسيجنالينج مولكيول هو والانترفيرون جاما. تتذكرون حكينا انه انترلوكين 12 وانترفيرون جاما كانت انديوس ديفرنشيشن اوف تي هيلبر سيل الى تي هيلبر 1. اوكي اضافه الى هذا اذا ترجعون تتذكرون حكينا عن الباثوين بتوين الناتشرال كيلر سيل والماكروفاج عرفنا انه الماكروفاج ممكن ريليز انترلوكين 12 وكان هو الانترلوكين 12 كان يسوي لنا اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيلز. اوكي فبالتالي هاي المعلومات اغلبها تقريبا خص هاي السيتوكاينز لحد الان. اوكي اكو سؤال لو اغلبها تشوفون انه احنا مر علينا ومحاكيها بس مجرد هاي التجميع هنا اكو سؤال معين لو اوكي تمام. اذا نروح على another things اللي هي cytokines produced by T cell. طبعا هي اكو تشوفون هو قسمه عاده الى cytokines produced by all T cells
cytokines produced by T helper 1 and T helper 2. Okay. أول عندنا first نتكلم عن the cytokines produced by all T cells سواء T helper 1, T helper 2 أيا كان نوعها. عندنا أول شيء interleukin 2. وعرفنا interleukin 2 إيش قد حكينا عنه وعرفنا إنه إذا abnormality ممكن يسوي لنا disease شنو سمينا abnormality in interleukin 2. بالضبط severe combined immune deficiency. اوكي حكينا انه هي ممكن تكون interleukin 2 abnormality او ممكن تكون عن طريق adenosine deaminase deficiency. فبالتالي interleukin 2 كان important for growth for CD4 T helper cell for CD8 cytotoxic cell اضافه الى هذا for regulatory T cell for natural killer cells. اوكي فلهذا كلش important وعرفنا انه اذا عنده abnormality interleukin 2 البيشنت يكون susceptible for severe combined immune deficiency. اوكي او يسموه احيانا سكيب. اضافه الى هذا نتكلم هنا الانترلوكين 3 كلش مهم تعرفوه باعتبار هو اللي جديد واللي ما حاكين عنه. انترلوكين 3 اذا تقدرون تحفظ شنو طريقه السؤال اللي يجي عنه ممكن. اوكي السؤال اللي يجي عن الانترلوكين 3 يسالك انه بيشنت عنده مثلا ابلاستيك انيميا مثلا او عنده فد سيرتان تايب اوف انيميا او عنده اضافه الى هذا ديكريز وايت بي سي اضافه لهذا decrease platelets. اوكي ويسالك عن يا انترلوكين ممكن induce bone marrow differentiation and production of bone marrow stem cell. اوكي فبالتالي الجواب هو انترلوكين 3. فبالتالي انترلوكين 3 هو important for growth and differentiation of bone marrow stem cells. اضافه الى هذا احيانا يسموه يعتبر كشنو ك GM CSF شنو نقصد بها granulocytes monocytes colon stimulating factor. فبالتالي طريقة السؤال على interleukin 3 يسألك هيك مثلا patients عنده فد pancytopenia with anemia with decreased platelet thrombocytopenia. اوكي وريد induce bone marrow differentiation يا interleukin ننطي ممكن يفيدنا. الجواب هنا interleukin 3. اوكي زين هاي بخصوص cytokines produced by all T cells. اكو سؤال هنا لو نكمل اطباء اوكي نكمل بخصوص cytokines produced by T helper 1. وعرفنا اذا نرجع على T helper 1 عرفنا كان عندنا interferon gamma and interleukin 12 induced T helper 0 to differentiate into T helper 1. T helper 1 can produce many cytokines اهمها وحكينا عنها هوايه اللي هو الانترفيرون جاما. اول انترفيرون جاما مر علينا بقضيه T helper 1 produce it induce differentiation او activation of macrophage. اضافه الى هذا عرفنا انه ممكن ايضا produce حتى مو just by T helper 1 ايضا كان produced by natural killer cells. اوكي فبالتالي هو ممكن مثل again secreted by natural killer cell and T helper cell وعادة induce differentiation or activation of what? Macrophage. Stimulate macrophage and induce phagocytosis. أضاف إلى هذا طبعا اللي يتذكر حكينا إنه T صح كان عندنا T helper 0 عن طريق interleukin 12 وأضاف إلى هذا interferon gamma كان يصير بها differentiation إلى T helper 1. T helper 1 كانت produce interferon gamma كان إلى أيضا inhibitor effect على T helper 2. فبالتالي interferon gamma أعرف أنه هو stimulate macrophage and induce phagocytosis أضاف إلى هذا طبعا inhibit T helper type 2 differentiation. أوكي وطبعا إحنا عرفنا كinterferon بصورة عامة الفانكشن مالته عرفنا أنه هي decrease protein synthesis بالadjacent cell. عرفنا هذا الشيء من حكينا عن natural killer عن secretory substance of innate immune response. عرفنا انه الانترفيرون كانت ببساطه نعتبرها سيجنال اثناء ما يكون عندي مثلا هذه سيل 1 اوكي صار بيها فايرال انفكشن راح اندوس برودكشن اوف جلايكوبروتين اللي هي الانترفيرون افكت سكند سيل او ادجيسنت سيل
decrease protein synthesis. لأن نعرف إحنا الفيروس يحتاج للبروتين سينثيسس حتى يصير له ريبليكيشن. أضافة إلى هذا increase expression of MHC. أوكي؟ فبالتالي نتيجة لهذا الانترفيرون جاما عرفنا هذا الشيء حكينا عنه بتفاصيله. فبالتالي إذا الانترفيرون جاما أعرف إنه برودوس ممكن by natural killer cell ممكن by T helper cell type 1 وأعرف إنه هو important for phagocytosis and macrophage differentiation. أضافة إلى هذا كان important for inhibition of T helper type 2. اوكي بالمقابل التي هالبر تايب 2 سيلز اذا نتذكر ونرجع ونعيد القصه عند تي هالبر 0 عن طريق اكثر شيء انترلوكين 4 حكينا عنه اندوس ديفرنشيشن الى تي هالبر تايب 2 عرفنا تي هالبر تايب 2 هي امبورتنت في الهيومرال اميون ريسبونس كانت تنطينا انترلوكين 4 انترلوكين 5 انترلوكين 10 interleukin 13 عرفنا 13 and 4 important for class switching into IgE وعرفنا ايضا 4 class switching into IgG و5 كان important for class switching into IgA and eosinophil maturation activation بالمقابل interleukin 2 with transforming or tumor growth factor can inhibit immune response okay فبالتالي نرجع نفس الشيء interleukin 4 أول شيء induce differentiation of T helper into T helper 2 عرفنا هذا الشيء أضاف إلى هذا كان important for class switching into IgE and IgG فبالتالي هاي المعلومات إحنا ما ندري في النشي نعرفها كلها بتفاصيلها بالمقابل interleukin 5 عرفنا إنه هو important for again differentiation of B cell عن طريق شنو class switching into IgA أضاف إلى هذا كان important for growth and differentiation of eosinophil أوكي فالمعلومة أيضا إحنا نعرفها ما ضفنا شيء جديد واخيرا انترلوكين 10 عرفنا انه هو كان سبرس انفلاماتوري ريسبونس فالتالي هو اتنويت انفلاماتوري ريسبونس ديكريز اكسبريشن اوف ام اتش سي اوكي اضاف الى هذا ديكريز السيتوكاين برودكشن كل هذا يمكن نتيجه معينه انه يقلل انفلاماتوري ريسبونس وعرفنا انه هو نوت جاست باي تي هالبر تايب 2 سيل لا عرفنا ايضا كان عندنا ريجوليتوري تي سيل كانت برودوس تيومر جروث فاكتور وضاف إلى هذا أو يسموه transforming growth factor وانترلوكين 10 اللي كانت اثنيناتها suppress inflammatory response فبالتالي تشوفون إحنا المعلومة الجديدة الوحيدة تقريبا اللي مرت علينا هو قضية الانترلوكين 3 والfunction with bone marrow stimulation and function as granulocyte, monocyte, coloniform stimulating factor وضاف هذا interleukin 6 كان important for fever and acute phase reactants لحد الآن أوكي أطباء بالنسبة لهذا الشيء أك سؤال معين؟ طبعاً عندنا أكو سبستانس نسميها acute phase reactant هسا من عندكم هذه acute phase reactant يا انتر يا cytokines can induce its formation بالضبط interleukin 6 عاشتيكم طبعا هاي acute phase reactants انا ما راح اشرحها بتفاصيلها هسه ليش؟ لان بالهيماتولوجي راح نحكيها بتفاصيلها فبالتالي انا اريد اليوم بس تفتهمون شغله واحده تفتهمون بس كتعداد كاسماء شنو البوزيتيف وشنو النيجاتيف اوكي؟ عندنا acute phase reactants اللي هي substance release during inflammatory response due to effect of interleukin 10 عادة نقسمها الى two groups الفيرست جروب اللي هي تكون ابروجليشن انكريز فانت نسميها عاده بوزيتيف اكيوت فيس ريكتنت اللي ابروجليتد اللي هي عندنا طبعا الفيرتين والفيرتين طبعا اعتقد مر عليكم كامبورتنت بالايرون ميتابوليزم والفانكشن والستورج فبالتالي نخلي ببالنا الفيرتين وان شاء الله بناخذ هيماتولوجي راح نعرف شنو الفانكشن اوف الفيرتين عندنا الاذر سبستانس الفايبرونوجين واعتقد كلكم تتذكرون الفايبرونوجين بالكوغليشن باثواي كان يتحول الى فايبرين فهو امبورتنت بالكوغليشن كوغليشن فاكتور اوكي عندنا اضافه الى هاي شيء نسميه سيرم اميلويد اي اكو عندنا ديزيز نسميها اميلويدوسيس اوكي وحده من السبستانس ممكن اذا برولان وحده من الديفرنشال دايجنوسيس اوف اميلويدوسيس طبعا احنا عندنا سيستم ولوكال اميلويدوسيس بس هنقول الديفرنشال دايجنوسيس انه هي بالانفلاماتوري ديزيز اوكي فبالتالي عندنا سيرم اميلويد اي ايضا ممكن يسبب ابروجليشن كاكيوت فيس ريكتنت اضافه لهذا طبعا
كلكم سامعين الديزيز نسميه anemia of chronic disease. Anemia of chronic disease ليش ده صير عندي؟ ببساطة due to upregulation of certain substances اللي نسميه hepcidin. Okay؟ هذا كلش important في pathophysiology of anemia of chronic disease. راح نمر عليه ونشرح بتفصيل إن شاء الله بنحكي عن anemia of chronic disease موضوع الهيماتولوجي. Okay؟ أخيرا عندنا أيضا C-reactive protein. C-reactive protein ببساطة كان ممكن يشتغل كopsonization. اوكي فبدا احنا حاليا ضفنا ثالث اوبسونين اللي هو ممكن شنو كان طبعا هو ايضا يشتغل كفيكس كومبلمنتس كفاسيليتيت فاجوسايتوسيس فكل هال واعتقد السي رياكتيف بروتين اكثر شيء مشهور عندنا من مثلا بيشنت يجيك بالانفلاماتوري ريسبونس مثلا بيشنت شاك روماتويد ارثرايتس اوكي او شاك مثلا بيشنت اجاك وعنده مثلا هيديك وبالتمبورال ريجن وعنده جوك لاوديكيشن فكر هذا ممكن جاينت سيل ارثرايتس اوكي جاينت سيل ارثرايتس سوري فبالتالي البيشنت ترسل على شغلات ممكن اي اس ار ممكن سي رياكتيف بروتين بنشوفه اليفيتد تقول هذا ممكن عنده انفلاماتوري ريسبونس اوكي فبالتالي هاي سبستانس انكريز دورينج انفلاماتوري ريسبونس ديو تو افكت اوف انترلوكين 6 اوكي اللي هي عندنا فيرتين طبعا هي مجموعه يقول انه مور فيش اللي يقصد بها شنو طبعا مور يقصد بها elevated increase اللي هي الاف فيرتين الاف الثاني فايبرونوجين اوكي واضافه لها طبعا الاي شو اسمه يهملها طبعا يقصد هنا الاس اللي وراها السيرام اميلويد اوكي والاتش هيبسايدين واخيرا عندنا ان ذا سي يقصد بها السي سي رياكتيف بروتين اوكي فبالتالي مور فيش ان ذا سي يقصد المور elevated يعني upregulated يعني positive one اللي هي الفايبرينوجين فيرتين سيرام أميلويد أي هيبسايدين وسي رياكتيف بروتين يبقى هاي التفاصيل كل واحدة أغلبها مثلا أميلويد أي راح نحكي بالأميلويدوسز بالفيتامين فانكشن مالته الفايبرينوجين راح نحكي بالكوغليشن باثوي نعرف الفانكشن مالته وإضافة لهذا الفيرتين والهيبسايدين راح نحكي بالأنيميا سواء بالآيرون ديفيشنسي أنيميا أو أنيميا أوف كرونيك ديزيز ونعرف الفانكشن أوف إت اضافه الى هذا عندنا اكو شيء يسموها نيجاتيف اكيوت فيس رياكتنت يعني ببساطه الانترلوكين 6 راح يسوي ديكريز برودكشن اند سينثيسيس اوف ذيس سبستانس اللي هي عندنا شيء شنو هي اول شيء عندنا بروتين امبورتنت بروتين سبستانس اللي هو الالبومين اوكي فبالتالي راح يقلل الالبومين هاي النقطه الاولى النقطه الثانيه الترانسفيرين اوكي والترانسفيرين ان شاء الله راح ايضا راح نمر عليه بالانيميا هاي كلها انا حاليا دا احكي حتى نذكر هالترون من ناخذ الانيميا اذا من ناخذ الهيماتولوجي راح نحكي الفيرتين فانكشن الفايبرينوجين فانكشن الهيبسايدين فانكشن والترانسفيرين فانكشن ونعرف هذه كل واحد شنو الفانكشن مالته فبالتالي حاليا على حاليا بهذا المستوى بس اريد تعرفون كاسماء شنو الابروجليتد اللي هي مور فيش ان ذا سي اللي نقصد بها فايبرينوجين فيرتين اميلويد اي اضافه الى الهيبسايدين وسي رياكتيف بروتين والreduced هو الألبومين والألبومين والترانسفيرين اللي هي ATS أحفظوا ATS إنه هي reduced أوكي ألبومين والترانسفيرين هاي اللي همنا بق إن شاء الله يبقى تفاصيلها نمر عليها ونحكيها بالتفاصيل من نمر على موضوع الهيماتولوجي والأميلويدوسز راح نحكي بالجنرال برينسيبلز بالجنرال باثولوجي أوكي أكو سؤال معين لو أوكي لحد الآن تشوفون احنا تقريبا باستثناء الاكيوت فيس رياكتنس اللي هي حاليا بس مجرد نحفظها كاسماء وان شاء الله بعدين نعرف الفانكشن مالتها بالهيماتولوجي بنحكي عن الاي ايرون ميتابوليزم والايرون ابزوربشن وتفاصيلها اضافه الى هذا طبعا المعلومه الجديده اللي عرفناها الانترلوكين 6 امبورتنت فور فيبر اند اكيوت فيس رياكتنت وعرفنا انه الانترلوكين 3 امبورتنت فور بان مارو ستيم سيل ديفرنشيشن وهذا الشيء افتهمناه نجي هنا ايضا من راح نضيف معلومه اغلبها مره علينا السيل سيرفيس بروتين كل سيل شنو موجود اكو ريسبتورز بالسيرفيس مالتها اوكي اولا التي سيل احنا طبعا هنا حتى تكون واضحه هنا المشتركه الموجوده بكل التي سيل وهنا سبيسيفيك بالهيلبر تي سيل بالسايتوتوكسيك تي سيل بالريجوليتر تي سيل فبالتالي من اقول تي هيلبر سيل معناها هي عندها هذه وهذه من اقول سايتوتوكسيك معناها عندها هذه ايضا وهذه وهكذا يعني مو جاست اللي قدامها
احنا نعرف كل التي سيلز ومرينا عليها عندها تي سيل ريسبتر اللي هو كان يسوي بايندينج للام اتش سي سواء كان تايب 1 او تايب 2. بالتالي هاي المعلومه نعرفها. اضافه لهذا كنا دائما نقول انه التي سيل ريسبتر عنده سيجنال ترانزكشن مولكيول اللي هي سي دي 3. فبالتالي سي دي 3 راح نشوفها بكل التي سيل، هي ماركر للتي سيل. اضافه لهذا طبعا احنا نعرف بالتي سيل اكتيفيشن كنا نحتاج الى تو سيجنالز. اول سيجنالز اللي هو كان تي سيل ريسبتر هو الام اس سي، وسكند سيجنال كان سي دي 28 وال بي 7. اوكي، فبالتالي الثيرد وان هو سي دي 28 موجود بالتي سيل سيرفيس. اوكي، فبالتالي هاي كلها معروفه، ما ضفنا معلومه جديده. بالمقابل نجي كسبيسيفيك اللي هي البر تي سيل عندها اوكي تي سيل ريسبتر عندها سي دي 3 اوكي، وعندها اضافه لهذا سي دي 28. اضافه لهذا تي هيلبر سيل اذا هي عندها سي دي 4 اوكي، هذا المعروف هذا الشيء. اضافه لهذا عرفنا انه التي هيلبر تايب 2 نتذكر انه كانت اندوس بي سيل اكتيفيشن اللي سميناها تي سيل ديبندنت بي سيل اكتيفيشن، او احنا سميناها ثايموس ديبندنت بي سيل اكتيفيشن. عن طريق شنو؟ عن طريق ابروجليشن اوف سي دي 4 تي ليجند. اوكي، فبالتالي هاي المعلومه ايضا احنا نعرفها مرة علينا. وضاف الى هذا تذكرون بالاتش اي في قلنا اكو كور ريسبتر فور اتش اي في، صح هو التارجت مالته كان سي دي 4، بس اضافه لهذا عندنا كور ريسبتر فور اتش اي في اللي هي عباره عن سي اكس سي ار 5 وسي سي ار 5 سي اكس سي ار 4 سوري وسي سي ار 5. هذه ايضا مرينا عليها وحكيناها من حكينا بالمايكروبيولوجي. فبالتالي تشوفون اغلب المعلومات هي حاليا مجرد تجميعات او اشياء حاكيها قبل. بالمقابل السيتوتوكسيك تي سيل عندنا تي سيل ريسبتر اوكي، اضافه لهذا عندي سي دي 3 كسيجنال ترانزكشن مولكيول، واضافه لهذا عندي سكند سيجنالز فور اكتيفيشن اللي هي سي دي 28، واضافه لهذا سايتوتوكسيك عندي سي دي 8. ما ضفنا شيء جديد واحنا نعرفها. واخيرا طبعا نجي على الريجوليتوري تي سيل. تذكرون حكينا عن الريجوليتوري تي سيل، هي ممكن تكون عندها سي دي 4. طبعا هاي مو كلش مهمه، اللي مهمه واللي دائما تسال عنها لتعرف انه اللي شيء ميزه هي سي دي 25 اوكي، اللي هو موجود بالريجوليتوري تي سيل. اضافه الى تقدر تقول تي سيل ريسبتر سي دي 3 سي دي 28. فبالتالي تشوفون اغلب المعلومات هي مجرد تجميع الاشياء حكيناها قبل، كلها حاكيها وتعرفوها. بالمقابل البي سيل شنو عندها ريسبتر؟ تذكرون احنا بالضبط ايضا تكون ممكن موجود عندها ريسبتر فوكس بي 3 اللي كان يسوي لنا الديزيز الاكس لينك الديزيز. بالضبط هم ممكن نضيفه اياه، ممكن نضيفون انه ويا فوكس بي 3. اوكي، بالمقابل البي سيل شنو كان عندنا ريسبتر؟ تتذكرون اعتقد حتى سؤال اجاكم بالامتحان وقت ما امتحنا، راح تشوفون انه البي سيل عاده احنا اللي يهمنا اللي هي سي دي 19 سي دي 20 سي دي 21. اوكي، موجود بالسيرفس او بي سيل. طبعا سي دي 21 هذا طبعا تارجت منه للاي بي فيروس، والاي بي فيروس عرفنا انه هو اسوشيتد مالتيبل تايب اوف مالجنسي. اوكي، فبالتالي خلي ببالي انه سي دي 21 هو الريسبتر اوف اي بي فيروس ومالجنس مني مالجنسي، راح نمر عليهم نحكي ان شاء الله بالهيماتولوجي اند اونكولوجي. اضافه لهذا طبعا 19 2021، اضافه الى هذا نعرف انه البي سيل حتى يصير بها اللي سميناه thymic dependent بي سيل اكتيفيشن لازم تكون ابروجليشن اوف وات اوف سي دي 40 حتى يسوي بايندينج و سي دي 40 ليجند اللي كان موجود بالتي سيل. اوكي، فبالتالي هاي المعلومه ايضا نعرفها. واخيرا احنا كليتنا نعرف انه البي سيل وذ ماكروفاج وذ دندريتك سيل كانت عباره عن انتيجين بريزنتنج سيلز، وكل هالانتيجين بريزنتنج سيل كانت شنو الميزه المهمه بها؟ انه عندها ام اتش سي تايب 2. اوكي، اضافه الى هذا طبعا السكند سيجنال الام اتش سي تايب 2 كان بايند وذ تي سيل ريسبتر، بالمقابل البي 7 السكند سيجنال كان سو بايندينج وذ سي دي 28. فبالتالي هاي المعلومه ايضا تشوفون مجرد تجميع اجين. اضافه الى هذا نمر على الاذر سيلز اللي هي الماكروفاج. تذكرون موضوع الانفلاميشن حكينا عن شيء سميناه سول لايك ريسبتر. اوكي، سول لايك ريسبتر، وحكينا انه تورا لايك ريسبتر كان مسؤول عن
binding with substance سميها pathogen associated molecular quantum. Okay. ونفس الوقت إذا ترجعون على موضوع من شرحنا إن التور لايك ريسبتر أحيانا نسميه CD14. Okay. فبالتالي CD14 هو نفس اللي تقدر تسميه تور لايك ريسبتر. Okay. اللي كان يسوي binding with pathogen associated molecular quantum. هاي النقطة الأولى. أضافة لها طبعا شافوا إن الماكروفاج عندها CD40. هاي معلومة يعني جديدة ما مر علينا إنه ممكن تكون عندها CD40. أوكي. وأضافة لها طبعا وهاي معلومة مر علينا طبعا بالHIV. ترجعون على الHIV قلنا إنه CCR5 موجود أيضا بالماكروفاج. أوكي. فبالتالي ممكن أحيانا الماكروفاج تكون affected by HIV virus. أوكي. فبالتالي الماكروفاج عندها CCR5. اضافه الى هاي كاي تجين بريزنتنج سيل راح نشوف عندها ام اس سي تايب 2 وعندها B7. هاي المعلومه ايضا نعرفها. واخيرا طبعا احنا كلنا نعرف انه الماكروفاج تذكرون من رسمنا الانتي بودي قلنا طبعا عندنا تارجت بالاف سي بورشن اوف انتي بودي ممكن يكون يصير عندي بايندينج للماكروفاج. اوكي. فبالتالي الماكروفاج عندها ريسبتر للاف سي بورشن اوف انتي بودي مثل ما تتذكرون. وأضافة إلى هذا طبعا الماكروفاج ممكن تكون عندها ريسبتر للسي 3 بي اللي هو كان امبورتنت فور فاجوسايتوسيس. اوكي. احنا كلنا نعرف كل الزين اللي كان يسوي لي عملية الاوكسنايزيشن حتى انديوس فاجوسايتوسيس كان عندي عبارة عن اي جي جي عبارة عن سي 3 بي. اوكي. الاي جي جي اذا نريد نروح سبيسيفيك نقصد بها الاف سي بورشن وبالتحديد نقصد بها هو الريجين بتوين السك عادة تكون بتوين السكن والثيرد هيفي تشين هيفي كونستانت تشين. اوكي. بالمقابل اضافه لهذا السي 3 بي حتى يسوي اكتيفيشن للماكروفاج اوبسنايزيشن فاجوسايتوسيس لازم يكون اكو ريسبتر. فبالتالي عن مجرد المعلومات هنا تجميع سي دي 14 عرفنا انه عادة اللي كان تول لايك ريسبتر سي سي ار 5 مر علينا بالاتش اي في هي باعتبار انتيجين بريزنتنج سيل فبالتالي عندها ام ال سي تايب 2 واضافه لهذا عند بي 7 باعتبار هي امبورتنت فور فاجوسايتوسيس بالتالي تقدر تسوي بايندنج للاشياء اللي كانت تسوي لنا اوبسنايزيشن اللي هي سي 3 بي والسي بورشن اوف اي جي جي اذا تريد تكون مور سبيسيفيك. اوكي. فبالتالي المعلومه هاي نعرفها ومو جديده علينا. اضافه لهذا الناتشرال كيلر سيلز مرت علينا الناتشرال كيلر سيلز تتكون بشيء سميناه انتي بودي dependent cellular cytotoxicity. قلنا natural killer cells عندها two receptors important. أول واحد CD16 اللي هو كان important طبعا for antibody dependent cellular cytotoxicity. أوكي. عن طريق binding for FC version of IgG ومر علينا وفهمنا هذا الشيء بالتفاصيل. وأضاف لهذا عندها طبعا CD56 اللي هو يعتبر marker for natural killer cells. فاعرف 16-56 هاي natural killer cells. 16 هو اللي يعتبر for antibody dependent cellular cytotoxicity. اوكي. واخيرا هنا المعلومة اللي جديدة واريد تحفظوها اذا كان حكينا عن interleukin 3 important for bone marrow differentiation and maturation فهنا عندنا الهيماتوبويتك steam cells الموجودة بالبون مارو اذا نريد نشوف الريسبتر الموجود على السيرفس مالته شنو هو راح نشوف CD34. اوكي. فبالتالي هاي المعلومه الجديده عندنا انه CD34 هي الريسبتر الموجود بالسيرفس اوف هيماتوبويتك ستيم سيلز. اوكي. فبالتالي تشوفون المعلومات اعتقد اغلبها ما راح مجرد تجميع وبالعكس انت من تقرا الماده من البدايه ان شاء الله يعني اللي يراجعون طبعا ملتزمين بالمراجعات اعتقد اغلب هاي الاشياء اللي يعرفوها دي يتذكرون مكانها بالضبط. ويش تيبل مجرد يذكر يجمع لك المعلومات حتى بعد تحفظها تقراها انت بطريقة اثناء الشرح وترجع تلقاها هنا من الجمعة فبعد مستحيل تنساها او تغلط بها. فبالتالي اعرف ان الهيماتوبويتك ستيم سيل الريسبتر هو CD34 واعرف اضافة الى هذا كان انترلوكين 3 هو كان انديوس ديفرنشيشن اوف ستيم سيلز. اوكي. اكو سؤال بخصوص هذا التيبل اكو مشكلة لو واضح لحد الان يعني.